كما تتبعتم خلال هذا اللقاء، ارتأى حزب التقدم والاشتراكية من خلال مكتبه السياسي التوجه إلى رئيس الحكومة بشكل جديد في إطار رسالة مفتوحة، لأن رسالة مفتوحة جاءت بعدما أصدرنا بلاغات عديدة في الموضوع، وبعدما قدم فريقنا البرلماني عدة مقترحات، إلا أن الحكومة لم تستجب ولم تعطي أهمية لهذه النداءات. فنحن الآن من خلال هذه الرسالة المفتوحة نريد يعني أن نضع الحكومة أمام مسؤوليتها، أمام مسؤوليتها السياسية وأمام التزاماتها التي اتخذتها أمام البرلمان وأمام الشعب في اتخاذ واحد العدد من الإجراءات. نعتقد أن الحلول ممكنة، وقدمنا بعض منها في الرسالة المفتوحة. هناك بالطبع يعني في اعتقادنا المسألة ديال الإرادة السياسية، لما تكون الإرادة السياسية وتكون المصارحة لشعبنا، تكون المصارحة، أظن أن شعبنا ناضج وقادر يفهم، حتى لو قد أننا هناك صعوبات، ولكن هذه الصعوبات خصنا نشرحوها. ما هي المعوقات؟ ما الذي يجعل أن الحكومة تبقى مكسوفة الأيدي أمام تدهور القدرة الشرائية؟ الناس المغاربة وصل لهم العظم، وصل لهم الموس العظم كما يقال، وبالتالي هناك إجراءات جبائية، إجراءات مالية، إجراءات اجتماعية باش نخفضوا من الوهن ومن الضغط ومن الثقل ديال القدرة الشرائية، ولا سيما أن هناك حقيقة الفقر يتزايد، الطبقة المتوسطة تأكلت، ما بقاش عندها. حنا كحزب ربما كنا موجودين دائما يعني اسبوعيا من بين الاحزاب القليله التي تكتب وتصدر بلاغات وتوجه وتنبه وتوبخ، لا في البرلمان ولا خارج البرلمان. وبالطبع الحكومه خاصة تحس بان هناك ضغط شعبي. الان كاين ضغط شعبي موجود، كاين سخط شعبي عارم مختلف المدن، فاحنا ما بغيناش لبلادنا الأسوأ، بغينا نقلو بلادنا باش لان حتى واحد ما كيبغي الأسوأ لبلادو. بلادنا على ام كتواجه تحديات كبيره داخلي وخارجي، عندنا خصوم، عندنا اعداء.